السلام عليكم. وعليكم السلام. سي احمد احكي لينا الحياة ديالك من ليبيا وحتى جيتي للمغرب. السلام عليكم، معكم احمد شباب، معروف في السوشيال ميديا بجاكار بلاك الليبي. بغينا نطرقوا الموضوع ديالي، القصة نبداو عليكم من ليبيا. انا مولود في مصراتة، مدينة مصراتة في ليبيا. زديت فيها، كبرت فيها وقريت فيها. دخلت المدرسة، بدينا كنتعلموا اللغة الإنجليزية. كنت مجتهد في الدراسة ديالي، كنت كنجي من الأوائل في الدراسة ديالي. من بعد كيف ما عرفتوا في الرابع ديك الثورة العربية، نهضت الحرب، قلبت الأمور، اضطرينا ندخلوا للبلاد، هي بلاد الوالدية وبلاد جدودي هي المغرب. من بعد دخلنا للمغرب تبدلت الحياة ديالي من أحسن إلى أسوأ بزاف، حيت لقيت صعوبات في اللغة الفرنسية اللي كنت تقرر في المغرب وأنا ما قاريهاش. لقيت بزاف ديال الصعوبات في الدراسة، اضطريت في 2013 اضطريت نخرج من الدراسة ديالي على حسب أن الدراسة ديال المغرب ما تفهمهاش ليا. من بعد ما خرجت من الدراسة ديالي بديت كنعم حدا المدارس مع الرفقاء السوء، مع الصحاب اللي جروني كيف ما كنقولوا الهاويه اللي هي البليه، التبليش بالكارو، شويه الحشيش، شويه الفانيت، شويه الشراب. من بعد المليه البليه من كدوك في بنادم الفيس صافي كيولي يضطر انه يجبد الفلوس باش يقضي لك البليه ديالو. مي انت انسان باقي صغير عنده 13 سنه، راه ما غاديش يقدر يخدم، غادي يبغيها بارده، غادي يبغيها ساهله. صافي وليت كنضطر نخرج للشفار باش نكمي، باش نشرب، باش نتقهقر. هذه هي البدايه ديال الانحراف ديالي، هذه هي البدايه ديال الحياه الجديده ديال جاكار بلاك. صافي من بعد بديت كنشفر، كنمشي نتقدى، ندير بزاف الحوايج. صافي نهار طحت في الخطا، شديت في 2013 شديت على السرقه بالنشل. كان عندي فيها غير شي مده قصيره مع اول موتيف، وكش باقي احداث باقي قصير، عطوني شي 3 شهور و15 يوم خرجت بمقاده. صافي من تما اول دخل لي السجن كانت صعيبه، بنادم ما عارفش اشنو كيوقع وسط الحال، بنادم ما عمرو عاش هذا الشيء، بنادم كنعيش في واحد العيشه اخرى، ماشي هذه العيشه هذه. ما عمرو كان متوقع شي نهار غادي يدوز الحبس ولا غادي يطيح في هذا الموقف. صافي اول شتا ليا دخلت للحبس، دخلت للحبس المحمديه، كنت باقي صغير ديك الساعه. صافي بديت كنسمع في الغوات، تراك عارف وسط السجن كيكون الغوات بزاف ديال البشر، الاكتظاظ. صافي دخلت تخلعت في الاول، مكتب عليك ما والو، جاتني الخلعه، وليت كنقول اوه فين انا، اشنو وصلني لهنا، كيفاش هذا الشيء. بديت كنتعجب في هذا العالم الغريب اللي داخلني انا. دخلوني للمصحه في كاينين الاحداث بيبي. صافي دخلت السيرو، لقيت الدراري ولا الدار، الدراري صحابي على برا كنعرفهم مع حبس المحمدية، مجموعة فيه الدراري ديال المحمدية اللي قراب ليا، كانوا كيعرفوني على برا وانا حتى انا كنت كنعرفهم. صافي بداو كيوروني السيستم ديال الحبس، كيوروني كيفاش تعيش وسط الحبس، القوالب ديال الحبس، السلابس ديال الحبس. صافي بشوية بشوية باش كنتعلم حتى انايا. صافي حتى باش كنولف على العيشة، حيتاش راه بزمنك اوبليجي عليك، راه خاصك تعرف كيفاش تعيش تما. حتى تما ماشي بحال السيفيل، بحال الحرية. الحبس راه قوالب، الحبس راه مدرسة، الحبس راه فيه دياب، راه مفيش، راه كلشي زوين. تا هو راه فيه باب وحجر، فيه الناس اللي مجرمين درجة كيف ما كنقولو درجة عالية، وكاين الناس اللي متهومين باطل، وكاين اللي جاي على شي حاجة بسيطة بحال مهرس طوموبيل ولا مضاربو شي واحد. الحبس هو راه فيه انواع بزاف ديال البشر، كتعرف على بزاف ديال الناس. مي صافي بديت كنولف كنعرف بزاف د الحوايج تما وسط الحبس. صافي بديت كندوز في العقوبات ديالي عادية، خرج صافي مبقيتش غادي، ولا كيجيني الحبس عادي. صافي وليت خاصني دابا ملي خرجت من هاديك اول شدة، صافي خاصني نافيك على راسي، خاصني نجبد الفلوس منين ما بغات تجي حلال ولا حرام كيف ما بغات تكون. خاصني غير نجيب البلية ديالي ونخلق عشان انا مع راسي ونلبس، ديما خاصني نكون انا زوين وما كيهمنيش. صافي بديت غادي في هذيك الطريق وانا ما عارفش راسي فين غادي، مع باقي بنادم صغير وطايش. صافي بانت لي الدنيا زوينه، الفلوس بارده، جاتو حلوه. صافي بقيت غادي في هذيك الطريق.
صافي ضربت شدة الثانية في 2014، شدة الثالثة في 2015، الشدة الرابعة هي اللي غادي تكون اللي غادي تبدل لي الحياة ديالي كثر من ما هي تبدلات، اللي كانت قاسية وقاسية بزاف، حيتاش ديك ربع سنين شديت فيها مظلوم، فهمتي؟ ديك ربع سنين تظلمت فيها، ما درتش فيها والو، خرجت من آخر شدة ديك الشدة الثالثة كتعدي فيها عام، خرج دوز 20 يوم، 20 يوم غادي يشدونا في الجوطية أنا ولد موتيفي، غادي ندايزين من الجوطية، كنا دايرين مع واحد الصديق حدا الجدر ديال المسرح بالمحمدية، دزنا قدينا الكارو، توقف علينا لابيجي، ملي وقفت علينا لابيجي شي 10 بوليسيين وقفوا علينا، اش كديرو هادي الدم؟ قلنا لها كنتقداو الكارو، شمو فينا راح الشراب، قلنا غاتشوش باش معنا 24 ساعة على حسب السوق العالمي. قلنا لي ما كاين حتى شي مشكل، نمشيو نباشو معاكم، حيت راه شاربين راه ضروري خاصك تبات 24 ساعة. صافي مشينا على اساس ان غادي نباش 24 ساعة، هبطنا للجيو، قايدو لنا في البون ديال الجيو، راه تبات 24 ساعة عندك السوق العالمي، هبطنا. صافي انا بقى داخل نشك، مشيت عند هذاك الموظف ديال الديمو، قلت لي سي فلان بغيت نسولك الله يحفظك، قال لي مرحبا، قلت لي بغيت نعرف شنو هو عندي في البون، واش عندي السوق العالمي ولا شي حاجة أخرى. قال لي لا انا في الليل غنشوف لك وغادي نقول لك شنو كاين. صافي في الليل جا عندي قال لي راه مش خايف من والو، راه عندك غير السوق العالمي، راه باش غير 24 ساعه غدا غادي تقدم. قلت لي ماشي مشكل، قلت له ود مونتيفي صافي ريحنا، قلت لي انا غنباتو 24 ساعه على حساب السوق العالمي وغادي نتقدم ود في الصباح. كنتفاجئ غد لي في الصباح مع 8 الصباح باقي ما دارش لابي في الجيور، هبط عندنا جوج ديال مالي الوقت، قالوا لي فلان بفلان احمد شباب، قلت لي هو انا، قلت تفضل معايا، زاد داروا لنا الميلوط انا ود مونتيفي، ركبنا طلعنا الفوق، طلعونا البيرو ديال التحقيق، قال لي عاد كاين شي دواحين ديك راهم بالمجهول، غادي نواجههم معاكم، إلا تعرفوا عليك غتمشي للحبس، إلا متعرفوش عليك راه ما غتمشيش للحبس. قلت لي صافي ماشي مشكل، حيت أنا تايق في راسي ما داير والو، قلت لي ما كاين حتى شي مشكل نمشي نتواجهوا مع الدواحي. داروا لنا بانداج على عينينا، قلت لي علاش غادي لنا بانداج على عينينا؟ قال لي باش ما تشوفش الدواحي. قال لي الدواحي خايفين منكم وما باغيش يتواجهوا معاكم فاس فاس. قلت لي صافي دير اللي بغيتي. انا راه ما داير لهاد الناس هادو والو واخا يشهدوا فيا، داروا لي الباند على عيني انا ولد مونتيفي، بداو كيدخلونا في الضواحي، دخلوا الضاحيه الاولى كانت الدريه وامها، الدريه وامها مشفورين، تقطعات لها وحده مام حيد عليها السنسي ديال الدم، والدريه ماشي لها تيليفونه وماشي لها شي 46000 ديال الفلوس. صافي من بعد دخلوا سخفات هذيك الدريه الضاحيه، سخفات دين حنا معاك كنشوفوا والو، بدينا كنسمعوا غير في الصوت ديالها باش كيتغوت، هادي ما كتغوت ناري بنتي، بداو كيخوعوا عليها في الما فايقوها، خرجوها من البيرو، سدوا علينا البيرو، حيدوا لنا الباندا من عينينا، وجا عندي مول الوقت ويقول لي الليبي شناهو درتي لها مسخور الوالدين؟ قلت لي شناهو درت لها واش انا شفتها؟ قال لي يا الدريه شافتكم ويتسخف معلم الله، شناهو درتي لها مسخور الوالدين؟ قلت لي والله ما دير شي حاجه، والله ما شافر شي وحده شي حاجه. قلت لي يا السي فلان، قلت لي انا راه واخا تجيب لي 100 ضحيه وتقول لي تبقى تقول لي راه انت يا هو هو، قلت له ما اعترف لك بحال شي حاجه وما نسينك على حتى شي اقوى، حيت انا متاكد من راسي ما ندير حتى شي حاجه. قال لي صافي، بداو كيدخلوا في الضواحي الاولى الثانيه الثالثه، ازيد من 20 ضاحيه، ازيد من 18 ضاحيه ولا 19. صافي اللي كيدخل كيسمع اه هو صافي، وفي الاخر هو واحد ديال الباند، قال لي اش كاين اللي بدابا؟ واش نتايا ولا ماشي انت؟ قلت لي السي فلان، قلت لي راه ماشي انا، واقسم بالله العلي العظيم الا ما نجريتي هاد الناس هادو. قلت له زيدو، قلت له الا بغيتي تواجهني معاهم حيد لي الباندا وواجهني معاهم باش يتاكدوا. قلت له باش يتاكدوا راه انا اللي مدي ليهم. قال لي صافي انا نخرج ندوي معاهم وندخلهم عندك الا بغاو، راه ندخلهم عندك. خرج عندهم قال لهم دخلوا تواجهوا معاه، راه كيطالبكم تواجهوا معاه فاس، تواجهوا معاه راه انا غادي نضمنكم المسؤوليه ديالكم راه عليا، مش خاف من حتى شي حاجه. ما يوقع عليكم والو. قالوا لي صافي ماشي مشكل، دخلوا عندنا واجهونا فاس، كيدخل بنادم كيضرب علينا في وجهنا، كيقول لي اه انت اللي هذا هو اللي داني، وكنقول لك كنقول لي خويا شوف مزيان بلا ما تظلم، هذا الشيء ما فيهش الضحك، واش انا اللي كنت مدي لك؟ قول لهم انا، الا ما كنتش انا اللي مدي لك بلا ما تظلم. كيقول لي اه انتايا، دخلت ضا واحد الثاني اه انتايا، الاخر اه انتايا. صافي تخلط عليا الدق، انا ما بقيتش فاهم والو، كنقول اول انت كيفاش هاد الناس هادو عمرني شفتهم في حياتي وكيقولوا لي اه انت اللي مديني؟ ما دخلاش ليا راسي، واش كنقول انا ياك ما انا ما كانش في الوعي ديالي ولا شي حاجه، لكن انا راه خارج يلاه ب 20 يوم باقي ما داير والو، وخاش ناوي نقطع البليه، يعني متاكد من راسي بكامل القوه العقليه اني ما ماديش هذوك الناس.
عمرني شفت في حياتي دايزين. صافي بديت كنقولها لهم بحال موك البوليس ديال التحقيق. صافي قالوا لي حنا غادي نكتبوا لك في الاقوال ديالك باللي انتي غناكر هذا الشيء وغتسيني لنا على الاقوال. قلت لي صافي كتب لنا الناكر وغادي نسيني. صافي قال لي سيني هنا راه كتبنا لك انكار، راه انكار وزاد في استنكار. صافي سينيت ليهم، سينيت ليهم هبطونا بدنا 24 ساعه اخر شدينا بالسبت بدنا السبت والحد نهار الاثنين كان عيد ميلو. صافي نهار عيد ميلو تقدمنا للمحكمه ديال السيناف اللي في كازا. دزنا ديالك عند قاضي التحقيق، سولني قاضي التحقيق قال لي احمد شباب واش نتايا اش كتقول على هذا المنسوب لك، انت متهم بتهمه السرقه بالعنف، اشنو كتقول على هذا الشيء متهم؟ قلت له استاذ انا قلت للرجال الامن اشنو هو كاين، قلت له الاقوال ديالي راه كامل عندك في الورقه. شد الاول الاقوال ديالي بدا كيقرا فيهم كيقول لي ها انت ولدي راه معترف في الاقوال ديالك. ملي قال لي انت معترف الاقوال ديالك صدمني، كنقول لي كيفاش انا معترف وانا ناكر هاد الناس هادو؟ كنقول لي انا اقسم بالله عادي استاذ انا خارج ب 20 يوم ولا عمرني شفت هاد الناس حتى دايزين من الزنقه يحسبها عليا الله. ويقول لي ما عندي ما ندير لك اولدي، راه هاد الناس هما اللي كاتبين لك هاد الشيء راه ذنوبك عليهم. قلت لي استاذ انا مظلوم، قلت له واش غادي نتعاقب على شي حاجه اللي انا ما دايرهاش؟ قال لي راه قلت لك اللي كاين اللي عنده ولدي سيني لي هنا. هنا في هاد الحاله هادي يعني الضحايا كلهم اللي دوزوهم باستثناء جوج او ثلاثه هما اللي ما تعرفوش عليك او لا سامحوا ليك او لا ما بغاوش يشهدوا فيك، لكن واحد العدد كبير ربما انت قلتي شي 18 او لا عرفت شحال ما بقى، هذوك كلهم شهدوا فيك على انك انت هو الفاعل وانت هو اللي قمتي بالفعل. يعني هنا ما كندافعوش على رجال الشرطه او لا على الشرطه القضائيه، ولكن الحقيقه هي هذه ان هاد الناس هادو هما اللي متهمينك. يعني كما قالوا هما نيت ذنوبك على العاتق ديالو، على العاتق ديالو طبيعه الحال. قال لي قاضي التحقيق سيني على الجلسه ديالك. سينينا بصمنا على الجلسه، داوني انا على حسب اني كانت عندي 18 عام داوني الاصلاحي ديال عكاشه ودمونتي كان بالغ، داو الجناح 8 في عكاشه. صافي داز شي شهر 15 يوم غاوشو علينا الجلسه، طلعنا الجلسه الاولى فاراو معانا دازت عند الرئيس اللي ديجا حكم عليا في شد اللقب منها وبقى عاقل عليا. ملي طلعت عنده قال لي احمد شباب نتايا عندك سوابق عدليه على السرقه الموصوفه ودابا نتايا متهم بتهمه السرقه بالعنف، اشنو كتقول على هادشي؟ قال لي نتايا الله خارج دابا ب 20 يوم. قال لي الرئيس قال لي دابا انت خارج في 20 يوم ودير هادشي كله. قال لي واش باغي تجمع راسك؟ قلت له استاذ انت قلت ليها. قلت له واش انا خارج ب 20 يوم وغادي ندير هذا الشيء كله؟ قال لي ها انت معترف عند رجال الامن. قلت له اقسم بالله ما معترف، انا ناكر اليوم هما اللي كاتبين لي معترف وبصمون. قلت له ما قريت لا دوسي لا والو. صافي قال لي اخويا راه ذنوبك على اللي شكاو بك وذنوبك عليهم. قلت انت دابا شنو كتقول؟ واش دير ولا ما دير؟ قلت له استاذ اقسم بالله العلي العظيم الى هاد الناس الى عمرني شم حتى في عياشي. هادشي شنو سنه وقع لك؟ وقع في 2016 شهر 12 في 10. شديت نهار 10 في شهر 12 2016 نهار السبت وكان 2 عيد ميلو، شديت في العواش بت 24 ساعه تقدمت في عيد ميلو كما قلت لك. صافي قال لي يا الرئيس واش انت داير ولا ما دايرش؟ قلت له انا ما دايرش يا استاذ. قلت لي انا هذوك الناس عمرني شفتهم في حياتي يا استاذ. قال لي يا ولدي راه ذنوبك عليهم. قال لي انت عندك سوابق عدليه وعندك العوده السريعه، عندك حاله العوده. قلت له استاذ راه الله كبير. قلت له ظلمونا هاد الناس. قلت له وانت ما خديتيش ليا حقي. قلت له الله غياخذ ليا حقي. وقال لي سير ولدي تسمع اخر الحكم اخر الجلسه. قلت له صافي مشينا جلسنا. دازو بدينا وبدا وقت الحكم وما يغوشوا عليا انا وولد منشفي احمد شباب فلان بفلان. قلت له حاضر. ويقول لي حكمت عليك المحكمه باربع سنوات سجن النافذه. قلت له قال لي واش عندك ما تضيف؟ قلت لي صافي وصلت لي حال المحكمه. قلت لي انا مظلوم وحكمت عليا باربع سنوات. قلت لي نبقى عندي ما نضيف، ما عليا غير نضرب اربع سنوات. قلت لي باطل ظلما وعدوانا. انت قاصر ديك الساعه؟ شحال 18 سنه ماجور. صافي رجعونا الاصلاحي ديال عكاشه. ملي رجعونا الاصلاحي ديال عكاشه دازت شي يومين ولا شي ثلاث ايام بغيت نتصل معايا للدار باش نقول لهم راه تحكمت بربع سنين وهذه ما ديروا في بالكم والو، راه باقي السيناف وباقي الخير ان شاء الله، راه الله كبير. صافي ملي اتصلت جاوبتني الاخت ديالي قالت لي
قالت لي ما قام ندويش معايا يلا قلت لها الو السلام اختي وتقول لي احمد قال الله قاشيني باغي نصوني ولكن انتم راك عارف الحبس ما عنديش كيفاش نصوني ومن نمره الاداره ما عنديش قلت لي غادي نجيو عندك اليوم ضروري معانا كندوش معاهم نهار اثنين والزياك تكون عندي نهار الجمعه قلت لها كيفاش غتجي عندي راه ما يخلوش تدخلي اليوم راه اثنين وانا عند الزياره بالجمعه قالت لي لا راه غادي يخلوني ندخل قالت لي تسناني وصافي قلت لها صافي ماشي مشكل الا خلاوك تدخل انا ما عندي حتى شي مشكل قلت لها اجي قالت لي صافي انا جايه عندك صافي داش 3 سوايع ولا 4 سوايع ويجي عند واحد الموظف داخل المؤسسه اللي عند الزنزانه ويقول لي احمد شباب قال لي عندك زياره خاصه تفضل معنا قلت لي مرحبا خرج ملي خرج بلاصه ما خرجني بلاصه الزياره خرجني جيت لكريف حدا البيرو ديال المدير لقيتش الاسره ديالي لقيتش خويا وخشي والوالد ديالي ملي خرجت عندهم جات الاخت ديالي شافتني وهي تما جايه عندي كتجرب باش كتبكيو كتش عندك فيا كنصعب انا توحشاتني مع خوها في السجن وهادي باش كتبكيو كتش عندك فيا ومي جروا الموظفين كانوا شحال حتى الموظفين واقفين معاهم جروا الموظفين جروا العائله ديالي بوحدهم قال لي صبر احمد بلاشي جروهم بوحدهم بداو كيدويو معاهم قالوا لي ما تدوش مع دابا حنا راه نتحملوا المسؤوليه وهادي تبقى توقع لي شي حاجه ولا شي حاجه يخلي حنا نهضروا معاه قالوا لي صافي جروني الموظفين دخلوني لواحد البيرو خاوي قايله فيها انا وياهم انا وشي خمسه الموظفين صافي جا واحد الموظف المصرف الاجتماعي ديال الاصلاحي ديال العكاشه مع كان عندي معاه مزيان كنت كنشارك معاه في الانشطه داخل المؤسسه جا عندي قال لي احمد شباب قال لي كي داير لاباس عليك قلت له بخير الحمد لله قلت له ولكن هادشي قال لي ما كيعجبش وقول لي لا مش خايف من والو قال لي راه باغي نقول لك شي اخبار ولكن خاصك تكون راجل معانا وتصبر معانا فهمتي ما ديرش لينا شي فضيحه ولا دير شي حاجه في راسك ولا شي صافي ملي بدا عليا هو بهضر هادي انا ما بدا كيدخلني الشك نقول اوه اش غايقول لي هاد السيد هذا معنا الام ديالي كانت مريضه كان فيها مرض الخير كان فيها سرطان كذا قلت اول حاجه طاحت لي في راسي هي الام ديالي قلت الام ديالي مريضه هذا اش بغى يقول لي ما بغاش ندخل راسي راه يقول لي الام ديالك توفات حيت ما غاديش يدخل لي الراس صافي شدني من راسي ويقول لي احمد قال لي البركه في راسك صافي ملي قال لي البركه في راسك مع ذلك ما بغاش تدخل لي الام ديالك توفات مع على علم ان الام ديالي مريضه وما نجحش لها العمليه الاخرى صافي ملي قال لي البركه في راسك وانا نزرب فيك قلت لي خويا قول لي بركه في راسك من جيش من جيشني وقول لي بركه في راسك من جيت الام ديالك ملي قال لي بركه في راسك من جيت الام ديالك طحت سخفش بداو كيفيقوا فيا يقولوا لي احمد فيق خوي عليا الماء صافي دخلت في حاله غيبوبه دارش بيا الثانيه تاخذ بيا ما بقاش من ندير انت محبوس بس طلعت الحيطان الام ديالك يلا غادي يدفنوها على برا كيدفنوا فيها وانت كدوز في واحد العقوبه اللي هي طويله ما غاديش تقبلها وما غاديش تدخل في راسك صافي خرجوني عند خوشي بداو كيعنقوا فيا كيشوفوا فيا كنت كنغوش كنت كنبكي كنت عندك في اخت ديالي وكتقول لي صبر الله كبير هذا الله اللي غادي ياخذ لك حقك راه ما كاينش غيره اللي غادي ياخذ لك حقك غير صبر الله بغا ودي غادي تبقى غير تعذب في الدنيا انت راك عارفه كانت مريضه والعلاج ديال الشيمي كيأثر عليها كاع طيح لها شعرها وضعفها قلت لي الله ما بغاش تعذب بغاها تموت مرتاحه داكشي علاش دعاها بالرحمات حتى الموظفين بداو عليا بهاد الهضره هادي صافي بداو كيصبروا فيا سير الوقت ديال الزياره قالوا لي احمد خاصك تدخل تستوالى مع داركم سلمت عليهم دخلت الزنزانه صافي ملي دخلت الزنزانه جا عندي رئيس المعقل قال لي راه وصاني عليك المدير قال لي باش دوي السيمانه كامله دوي فيها مع مريض الدار تسول على مراسم الدفن كيفاش دازات وهادي تواصل معاهم صافي بديت كنسول على مريض الدار كنسولهم على مراسم الدفن واش دفنتوها ولا باقي ولا المهم كيفاش دايزه الامور صافي وانا نتقبل الامر دخلت الزنزانه حيت هذا راه قدر الله توضيت وصليت ودعيت مع الام ديالي ترحمت عليها قلت يا ربي ترحمها قلت اللهم انا راضي بالقدر ديالك اللي كنتي باغي تعاقبني في هذه الحياه بهذا الشيء قلت لي انا راضي بالقدر ديالي حيت انا ما غاديش نقول لك انا ملاك ولا شي انسان اللي ما دارش اخطاء في الدنيا ولا خير خطائين تشوب درت بزاف الاخطاء في حياتي يمكن عقاب من عند الله يمكن الله بغى يوصل لي شي علامه المهم كتقول في الاخر الحمد لله ونقول راضي شويه يا رب
صافي تلاعيش معاها ترحمش معاها وزيت كوف من السماء وقلت يا ربي تاخذ الحق في اللي ظلمني واللي كان حيله وسباب صافي مولا نتقبل امر الواقع واش تعيش مع ذاك الحاله تعيش مع ذاك الموقف صافي لقيت راسي راه اوبليجي عليا راه حتى شي واحد ما غادي يرحمني وسط الحبس وهادي خاصني بالسم اللي ندوز العقوبه ديالي خاصني ندوز داكشي اللي باقي ليا ندوز 4 سنين داكشي اللي كان داكشي اللي كان نيش قرر ندوز العقوبه ديالي عاديه والله كبير راه كيشوف والعالم الغيب انا ما عليا غير ندير الحوايج زوينه في حياتي وقررت اني نشوف خطره من بعد ما كاع هادشي اللي غادي يوصلني الحبس اللي غادي يوصلني بزاف الاخطاء في حياتي صافي ولا نتعايش مع الحبس.